يعلن الديوان الملكي ان حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى سيغادر ارض الوطن بحفظ الله ورعايته يوم غد السبت الموافق العشرين من شهر مايو الجاري متوجها الى المملكه العربيه السعوديه الشقيقه ليتراس جلالته اللقاء التشاوري السابع عشر لاصحاب الجلاله والسمو قاده دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. كما يترأس جلالته وفد مملكة البحرين إلى قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية والقمة العربية الإسلامية الأمريكية وذلك تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله رافقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال